تشد واحد الحلم كبير ويلي وتقول ايش يلا دابا تعب يعني ناس من الوحدة دابا تشد الصباح ويصفي انا راه نجحت شنو درتي نتايا صافي شنو درتي راه تخلي البلاد واش الصاط عني بخير وشنو درتي راه تحط الريزلت ديال البارك شنو درتي خايف فرحنا بغينا نضربوا البول بغينا نفرحوا ليكم فرحوا كاملين نفرح داك الوليد ان شاء الله وقول لنا شنو درتي عم درا شنو كاين ان شاء الله يكون خير كذا لبس عليك خرج الريزلت عم درا شنو درتي نجحتي انا بعدا راه نجحت شنو غادي نقول الوليد اللي تهدبات معايا وجمع حنات باش غادي نواجهها وهي كتسناني نفرحها وماشي غير هي الوليد اختي خويا فيما نحتاجهم كنلقاهم غير هما باش غادي نواجههم وانا ما قادرش نواجه حتى راسي تخيل معايا كيسمعو الصداع والزغاريت وكلشي فرحان وكيتسناوني نهبط عندهم باش نفرحهم اش هاد العذاب يا ربي اش هاد العذاب دابا شنو غادي نقول صحابي اللي كاملين نجحو وكيتسناوني نكمل لهم الفرحة شحال ديال الحفاضة شحال ديال التمارة شحال ديال سهر الليل الناس حتى الست الصباح المراجعات اش هاد العذاب لي عشتو دابا اش هاد العذاب يا ربي هادشي كامل عارف ولكن كاين شي مشكل واش تعرف شنو هو المشكل خصك تنوض تراجع نفسك ومتبقاش تفكر في السلبيات بزاف انتحار تضرب راسك كل افكار ما عندها باش تفيد ما عندها ما تصلح كل شي فات فكر في اللي جاي شنو دابا غتبقى كتبكي ومريح نوض تحرك